أعزائي الأصدقاء، تحياتي وتقديري حميد وعقب يحييكم باريس. أتمنى لكم إن شاء الله أيام وليالي سعيدة. أذهب بكم وإلى حلقة جديدة جدا، وقد تجاوزنا الحلقة 50 حول أشهر السرقات السينمائية العربية من السينما العالمية. أشهر سرقات الأفلام العربية من الأفلام العالمية والأجنبية. سأذهب بكم إلى فيلم جديد وفيلم حلاوة روح، إن أنتج وعرض 2014، وهم بطولة هيفاء وهبي، باسم سمرة، محمد لطفي، محمد عبد السلام، صلاح عبد الله، وعدد من الممثلين. هون هذا الفيلم هو من إخراج، يعني إخراج سامح عبد العزيز. سامح عبد العزيز يعني شبه مخرج، أو هو رجل يعني حقيقة لديه أيضا يعني العديد من الأفلام المسروقة. وليس مفاجأة جدا أن نجد أنه فيلم مسروق، حلاوة روح فيلم مسروق، سرق بشكل مجازف وبشكل بائس جدا من فيلم مالينا. فيلم مالينا وهم بطولة مونيكا بيلوتشي التي مثلت دور مالينا سكورديا، الفيلم الذي أنتج سنة 2000. وهذا الفيلم من أفضل رواد المخرجين، رواد السينما الواقعية الإيطالية، جوزيبي تورانتور. إذا ذهبنا وقارنا ما بين الفيلمين حقيقة، فنحن نكتشف أيضا يعني أن السرقات، هذه السرقات، ربما أنا أشرت إلى هذه النقطة، الحرامي، حرامي الفيلم الأجنبي حقيقة، والسارق مخرج أو منتج أو كاتب أو مش عارف مين. يعني هذا فيلم حلاوة روح يقول إنه تأليف علي الجندي. حقيقة لا يوجد تأليف هنا يعني بالشكل الحقيقي أو بالشكل الإبداعي، لا توجد أصالة في هذا الفيلم. فيلم حلاوة روح اعتمد اعتماد كلي جدا على هيفاء وهبي، وبدت للأسف الشديد يعني هيفاء وهبي كممثلة جسد بلا روح، متخشبة كان، يعني أداها كان أداء يعني متخشب جدا. وهذا الفيلم كما قلت مسروق من فيلم مالينا، الفيلم الأمريكي، الفيلم الإيطالي، الفيلم يعني مونيكا بيلوتشي هون سنجدها في هذا الفيلم. يعني الحكاية أو الحكاية الرئيسية تقريبا هي متشابهة تماما. يا هون مالينا، نحن مع ختام مالينا وخلال الحرب العالمية الثانية، خلال الفترة الفاشية، وفي مدينة أو في جزيرة صقلية، مالينا التي تعيش في بيت لوحدها، تنتظر زوجها البطل. زوجها ملازم في الجيش، ذهب إلى شمال أفريقيا من أجل الحرب، من أجل خلال فترة الاستعمار الإيطالي ربما ليبيا. فمالينا هون هذه الفتاة التي تقعد، والتي هي يعني كل جريمتها كما قال المحامي بعد ذلك سنجدها أنها فتاة جميلة، يعني امرأة جميلة جذابة بشكل رائع جدا. يعني امرأة عندما تمشي بالشارع الكل يذهب والكل يتوقف، والشارع كله يوقف على حبة ونص، على كل أصدقائنا المصريين على واحدة ونص، حتى النساء. النساء والله هذه امرأة يعني ما حد يشكمها، هذه امرأة يعني متحررة، هذه كذا. والرجال يقعون يعني كل يفور فاه يعني ويقفون صفا. هون سنجد طبعا نحن في هذا الفيلم سنجد مع أيضا مجموعة من ليسوا من الأطفال. يعني الفرق هون سنجد وسنعيد الحديث عن سذاجة الاقتباس وسذاجة السرقة في الأفلام العربية، بأننا نحن حقيقة ونحن هناك في الفيلم، فيلم مالينا، نحن أمام مجموعة من الشبان، مجموعة من الشبان. هؤلاء الشبان أو المراهقين الذين غادروا الطفولة وأصبحوا صبيان، نستطيع أن نقول نحن مع الصبيان. هذول الصبيان أو هذول الفتيان الصغار الذين بدأوا يعرفون والذين بدأوا يتحسسون، يتحسسون قوتهم أو يتحسسون أنهم أصبحوا صبيان، أصبحوا يعني فتيان، أصبحوا بمقدرتهم ممارسة الجنس، بمقدرتهم ممارسة اللذة، بمقدرتهم الاستمتاع. يفهمون أو يعرفون وهم يراقبون فتاة أو شابة، يقول هذه أرداف جميلة، وهذا فخذ رائع، وهذا ساق جميل، وهذا كذا وهذا كذا.
فهؤلاء الصبيان سنجد نحن مع هذه او في هذه هذول الصبيان الصغار الذين يطاردون هذه الشابة الصغيرة، طبعا يكتفون بالنظر اليها، يعني يكتفون ويتخيلون ماذا لو ان واحد، يعني كل واحد يتخيل منهم. وهنا يعني ستركز الكاميرا او سيركز المخرج، ستركز الفيلم على ريناتو. ريناتو هذا الشاب الصغير او هذا الصبي الذي يتحور، وهذا الصبي المراهق يعجب بمالينا اعجابا باهرا، يظل يتابعها، يظل يتسابق بالفيلو بتاعه بالكذا، يظل يذهب الى بيتها، يظل يتسلق من اجل ان يشاهد حتى مجرد وهي تنزع ملابسها او هي تشرب كأس النبيذ او هي ترقص او هي تغني او هي تحتضن صورة حبيبها. يعني هذا الولد، حتى ان هذا الولد سنجد ان ريناتو يهيم بها حبا ويتخيلها، تخيل نفسه الفارس، تخيل نفسه البطل، تخيل نفسه الملاكم المصارع الذي يصارع الجميع من اجلها. ريناتو يعني سنجده انه يمارس العادة السرية وبقوة، يعني الراجل الولد خلاص، يعني صارت هذه يعني فانتازم. كلنا كنا يعني شباب وهيك، وكان هناك فانتازم، الشباب كل الشباب الصغار يكون فانتازم. الفانتازم هذا قد يكون هناك مثلا صورة، قد تكون قصة خيالية، قد تكون قصة جنسية، فتصبح له فانتازم. يعني حتى عندما يمارس العادة السرية سنسمع صوت السرير، أبوه يصرخ عليه، وبالصباح يأتي وسنجد أنه يتمادى هذا الطفل، يتمادى، ليس طفل، نحن لسنا أمام طفل. وهذا الفرق ما بين الفيلم، هذا الفيلم مالينا والفيلم العربي. الفيلم العربي حقيقة قدم لنا طفلا، طفل يعني لم يبلغ مرحلة المراهقة، لم نراه مثلا هو يمارس العادة السرية. يعني هنا حاول الفيلم، يعني هذا فيلم مالينا، ومن خلال هذا المخرج حاول أن يخرج من دائرة أننا نحن، يعني المخرج جوزيبي تورانتور، يعني سنجد في إحدى المشاهد هؤلاء الشباب أو هؤلاء المجموعة كل منهم يقيس عضوه التناسلي الجنسي، أنا والله 7 بوصات، أنا 5 بوصات، أنا 6 بوصات، أنا 10 بوصات، كذا كل واحد، يعني بحيث أنهم هؤلاء نحن مع رجال ولسنا مع أطفال. في فرق ما بين الطفولة وما بين الصبيان المراهقين. يعني في أفلام كثيرة جدا عندما نتحدث عن الجنس قد يكون أو قد يكون هناك اشتغالات معينة على صورة المراهقين، الشبان، الفتيان صار عمره 13 14 سنة، قادر أن يقذف، قادر أن يمارس العادة الجنسية السرية، لديه يعني، لديه يعني بالمفتوح، لديه قضيب يقف. يعني هون في الفيلم العربي أنت أخذت أطفال يا أخي، أطفال يعني، وهذا الطفل، الولد، الطفل اللي هو السيد واللي هو يتابع مالينا ويشاهد مالينا ويتخيل مالينا ويحكي مع الناس ويقول لهم أنا أبص مالينا في شفتيها، يعني هذا الطفل، وأنت كاتب في التايتل طفل. فهون في فرق كبير جدا، يعني في ما بين الطفولة، الطفولة لا، يعني الطفل 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، أو طفل لم يبلغ الحلم، هذا الطفل يعامل كطفل، له حقوق الطفل. في البالغين قد يكون عمره 13 14 سنة يستطيع أن يمارس العادة السرية، قضيبه يقف، يعني هاي نقولها بالمفتوح، يعني هذا صار شاب، شاب صبي مراهق. يعني هون يدخل، أو في هنا في السينما العالمية أو السينما في كل مكان، هنا يشتغلون على جانب هؤلاء الصبيان وهذا التحول من الطفولة إلى الرجولة، الفانتازم، السكسويل، يتحدثون هنا، هنا تستطيع أن تشتغل على أشياء كثيرة جدا. يعني حتى ربما الفيلم التونسي، يعني في فيلم تونسي مشهور جدا وقديم، ولكنه اشتغل على هذا الجانب الشائع، يعني ليس الطفل، ليس الطفل المراهق، الولد الصبي اللي بلغ الحلم، الولد اللي يقذف المني، يعني بنقول يعني هيك، يعني شو بدكم بعد. أما الولد الذي لا يستطيع أو لا يستطيع أو لا يكون لديه الفانتازم السكسويل، أو لا يستطيع أن يمارس العادة الجنسية، أو لا يستطيع قريبه أن يقذف المني، هذا لا يعد طفل، هذا الطفل له حكم الطفل. يعني في الفيلم العربي يعني خلط، يعني او يعني فهم خطأ. طبعا الحرامي يعني ما يقدر ربما يستوعب، يعني سامح عبد العزيز يعني كمخرج ساذج، يعني ربما نجده في هذا
التعويض ان جاء لسيد طفل وهو يراقب وهو كذا وهو يحمي هذه الفتاة اللي هي روح. هون مارينا هذه ابوها يعني حتى مدرس واصم وكذا، الناس كلها تشوفها. مارينا حبيبها غائب وهي مخلصة له بالقدر الجيد، ولكن بعد ذلك مارينا او حبيبها يقال انه قتل في الحرب، وبذلك يعني تصبح ارمله، وبذلك تصبح مطمع للناس كلها. يعني احنا في الفيلم مالينا نحن امام ملحمه، نحن امام الاشتغال على مساله الحرب امام هذا المجتمع اللي تعبث به هذه المتغيرات، الدكتاتوريه والقسوه والتعصب والسيطره والخوف. يعني الخوف في خوف شديد جدا، وفي سيطرة في قبضة. وهذه يعني حتى أن أصبحت هون يعني سامبوليك، أصبحت رمزا، أصبحت دلالة مالينا. يعني مالينا عندما بعد ذلك وعندما تصبح وحيدة وعندما كذا تتهم في شرفها، المحامي الذي يدافع عن شرفها ويعطيها الشرف ويعطيها البراءة، فهو يغتصبها أو هو ينال منها، يأخذ منها الجنس. بعد ذلك تقوم تزداد الحرب، يزداد القصف، يزداد على هذه المدينة، على الصقلية، على كذا. فنجد أنها يعني مالينا تصبح بلا مأوى، يعني بلا عائل. فمن أجل الطعام يأتي هذا يعطيها الطعام ويأخذ حقه، لا تملك شيء إلا جسدها. ثم بعد ذلك تقودها إحدى الصديقات إلى معاشرة الضباط الألمان، وعندما تتحرر إيطاليا وعندما تنتصر، عندما يدخل الأمريكان، سنجد أن هؤلاء النساء الذين كانوا يحقدون ولا يحبون مالينا يأتون ويعرونها ويضربونها باعتبارها عاهرة، أنت اللي كنت تكونين أو تنامين مع الضباط الألمان. ثم بعد ذلك تغادر، يظهر زوجها ولم يكن حقيقة، لم يقتل ولكنه أسر وظهر بيد مقطوعة، ومع ذلك لم يجد الكرامة في بلده أو في منطقته، لم يجد ذلك التقدير كبطل وكرجل دافع عن هذه الأرض أو قدم هذا الوطن، وعاد بذرع أو بذراع يعني مقطوعة. بل بالعكس، الكل يسخر منه ويقول له زوجتك عاهرة. بعد ذلك فقط هذا الولد الصغير الذي كان، يعني إحنا هنا يعني هنا انقلاب كبير يعني حقيقة في الاشتغال بالنسبة للمخرج جوزيبي تورانتور. يعني اشتغل بحرفية رائعة جدا على هذه الشخصية اللي هي شخصية الولد أو شخصية هذا الشاب المراهق والذي كان يتخيل. ريناتو كان يتخيل فانتازماتيك، وكان حتى أخذ السروال الداخلي لمالينا وكان يمارس العادة السرية بعنف، حتى أن البيت كله يهتز، وحتى أن يعني أصيب بحالة من الاكتئاب، وأمه ودته لا عند الراهب والراهبات والقراءات. فكان يقول، فجاء أبوه وقال: ابنك يا بنت الذين ليس مصاب بمس شيطاني، ابنك عاوز يمارس يضاجع النساء، عاوز يمارس الجنس. وأخذه بعد ذلك وفي ليلة قصف كبيرة جدا أخذه إلى بيت العاهرات وانتقى هذا الولد. يعني فتاة شبيهة بمالينا، فتاة صغيرة لا تزال لكي يمارس معها لأول مرة، ولكنه قال: أنا لست أمارس الآن لأول مرة، لقد تخيلتها. رغم ذلك هذا الشاب أو هذا الولد اللي هو ريناتو، عندما يرى الزوج ويرى العصف والقصف والسخرية من هذا الزوج، يخبره بأن زوجته غادرت على القطار كذا كذا، وبذلك الزوج يذهب ويذهب ويحضر مالينا إلى هذه المدينة، وكأنه هنا ينتصر لها، ينتصر لكرامتها كامرأة، ينتصر لها كزوجة، كأنه يغفر لها، كأنه هنا يعني يعيد لها اعتبارها وكرامتها. في البداية يكون الناس ينظرون إليها نظرة سيئة، ولكن بعد ذلك يحدث أشبه بالتصالح، والناس كلها تنظر إليها بنظرة إجلال. مرحبا مالينا، تعالي مالينا، ننقي لك بطاطا مالينا، ننقي لك طماطم مالينا. هذا ما حدث في الفيلم أو في فيلم مالينا. مالينا هنا يعني حكى فترة عصيبة من أشد وأهم الفترات اللي عاشها الشعب الإيطالي.
في فيلم ما لنا نجد الفلسفة، نجد علم النفس، نجد علم الجمال، نجد علم التشكيل، نجد فن التشكيل، نجد السينما. نجد السينما بهذه اللقطات، كيف كانت هذه الكاميرا يعني تزحف من خلال الثقب، كانت تصور لنا وجهة نظر هذا الولد، ولا نقول الطفل، هذا الصبي، هذا المراهق كيف يتخيلها، الخيالات والفانتازيا التي تنعكس عليه. يعني كانت هناك في شغل، اشتغال كبير جدا في مجاميع وفي شارع وفي حركة وفي كذا. لم يكن الفيلم، كان فيلم يعني أشبه بفيلم ملحمي، أشبه بفيلم من الأفلام الحربية، من الأفلام الثورية. عدد من القضايا الاجتماعية، عدد من الرموز، عدد من الدلالات، كلها تشابكت لتخلق هذه اللوحة التشكيلية إلى هذه الفيلم السينمائي. وحتى هذا الفيلم رشح للأوسكار لروعته. مونيكا هون، مونيكا بوليتشي هون، يعني مالينا هون، حقيقة أبدعت إبداعا كبيرا، رغم أنها طبعا يعني سنشاهد أنها في الفيلم مالينا الحوار قليل، حوار خاصة مالينا حوارها قليل جدا، لكن صمتها كان جذابا، جسدها كان جذابا، حركتها، تعابيرها، مشيتها، يعني كل شيء كان جذابا وكان ناطقا. عندما نأتي إلى هيفاء وهبي، هيفاء وهبي قدمت جسدها، جسد يعني تقدمه في الفيديو كليب، تقدمته هنا، حتى هنا يعني هي تتخيل رقصة، وهي تحرك مؤخرتها، وهي تحرك مقدمتها، وهي تحرك أفخاذها، وهي يعني هي هيفاء وهبي التي نراها في الفيديو كليب، لا تختلف تماما، لم تبتدع شيء، لم تحس بشيء. يعني هيفاء وهبي هون وهي تؤدي يعني دور روح، يعني بلا روح، هيفاء وهبي بلا روح، بلا جسد، يعني جسد بلا روح، يعني ما عندها هذه القدرة كممثلة، يعني ما تدربت، ما يعني المخرج نفسه هو لم يعي، يعني هو استثمر هذا الجمال الجسدي، لكنه لم يستطع أن يعيد أو أن يصنع شحنة انفعالية في نفس هذه الفنانة، بحيث تقدم نفسها كممثلة، بحيث تقدم نفسها روح. ماذا قدم لنا هذا سامح عبد العزيز؟ وما يقدمه لنا يعني عشرات ومئات الأفلام المصرية. أنتم تقدمون لنا مصر عاهرة، قواد، مجموعة عاهرات، شخص متنفذ، هذه حارة. يعني قدموا القصة أن هذه البنت أو هذه روح متزوجة لشخص وزوجها غاب، وهي تعيش مع حماتها، يعني امرأة يعني كبيرة مسنة، يعني فيها كل العيوب الدنيا، القمع والسيطرة سلطة اللسان والقذارة والعصبية والقسوة. وهذه يعني روح الفتاة أو المرأة، الجسم والجمال والولع، هذا الروح، يعني هذه النار، نار الأنثى، لا تجد شيء، يعني إلا أنها تمدد على السرير، إلا أنها يعني حتى ما يعني لا يحق لها، عندما تخرج الشارع كله يقف كذا كذا، ونجد أن هنا أحدهم متسلط، نجد أحدهم يعني هو المعلم، أو هو طلعت هذا المعلم اللي هو الرجل التاجر أو الرجل المتسلط هنا يلعب الدور، أو يشتغل في هذا الدور معنا الممثل اللي هو محمد لطفي. ونجد عرفة الساقط، أو عرفة القواد وابنه سيد الولد البسيط هذا اللي هو يحب مارينا اللي هي روح. يعني شنو هي الحارة المصرية؟ ازاي تقدمنا هذه الأفلام المصرية؟ وازاي اختزلوا القصة، اختزلوا الجسد، واختزلوها إلى ماذا؟ اختزلوها إلى امرأة يعني في حالة بائسة، أوكي، لكن في حارة وسخة. قواد، حاب، أطفال شوارع، معلم أو رجل متلذذ عنده الفلوس، جلسات حشيش. يعني معقول أنت يعني هذا الفيلم بما يحويه من روح وملحمة، واشتغال على الحرب، واشتغال على السلام، واشتغال على الحب، واشتغال على العشق، واشتغال على الإخلاص، واشتغال على الوطنية، واشتغال يعني عشرات المواضيع الموجودة في هذا الفيلم الحقيقي أو الفيلم الأصلي، اللي هو حلاوة روح، وانت جعلته إني حارة عاهرة. يعني دي هي حارة مصر، يعني بالنسبة لكم، يعني انتم تقدمون لنا مصر فقط، هذا بلطجي، قواد، حاب، اطفال شوارع، معلم،
وناس مضطهدين يمكن شرائهم، يمكن أكل لحمهم، يعني دي مشكلة كمان كبيرة جدا. يعني دي حلوة ودي إنسانة وكذا، وبعد ذلك ماذا يكون المنفذ؟ عندما يكون المنفذ إنه واحد يعني يوديها أو كذا، أو يعرفها على يعني امرأة راقصة كانت قديما وأصبح عندها كباريه وأصبح عندها مطعم. يعني أنت بدك تخرجها من مكان هذا المكان الحقير إلى مكان أحقر منه، وعندما تذهب إلى ذلك المطعم وتذهب إلى تلك الراقصة وتذهب كذا، يأتي أحدهم من التجار أو من أصحاب المال أو الشباب ويريد أن يشتري جسدها. الكل يريد جسده. وبعد ذلك حتى أن زوجها طبعا عرف هنا في هذا الفيلم على أساس أنه يفبرك لها يعني فضيحة مع شاب، هذا الشاب أو هذا الرجل هو أساسا يعني عاجز جنسيا، يعني هو أساسا حتى أن زوجه على قحبة من القحاب، وهذه القحبة فقط كلها أنا بزوجك، حتى أنك يعني البوليس الآداب ما يعني ما يظل يتعبنا يعني كل يوم. وحتى عندما يتعارك هذا الولد الأب والابن، والابن يقول أنا ما أريد أصير قواد، يقول لها يا ابن الكلب مهم أنك تجيب بالفلوس. يعني هذه الفلسفة الجديدة التي يدعو لها للأسف الشديد الكثير من الأفلام، المهم أنك تجيب فلوس، روح تمارس الدعارة، تروح تمارس العهر، تروح تسرق، تروح تبيع مخدرات، تروح ما عندك مشكلة، المهم أنك تجيب فلوس، المهم أنك تستطيع أنت أن تمسك بالكرش هيك. يعني هذه الفلسفات ربما، أو هذه من الأشياء الكثيرة جدا، أو من العناصر الكثيرة ومن الأفكار الكثيرة التي تطرق في الأفلام المصرية بشكل كبير ومبالغ فيه، وينتصر دائما الحرامي، ينتصر دائما الفهلوي القواد، ينتصر دائما الظالم. يعني حتى إنه يعني ابن الذوات، يعني نجد إنه يعني إذا كان أبوه ابن كلب فهو ابن الذوات وابن الملياردير أو كذا، على أساس أن لديهم أمل. يعني هذه الأفكار، يعني مسألة التوريث ومسألة القبول بالواقع ومسألة هذه تتطرق إليها دائما السينما المصرية. ما أريد أن أشير إليه يعني في نهاية هذا اللقاء، إن هيفاء وهبي حاولت بكل السبل أنها أن تقلد مونيكا بيلوتشي، ولكن الفرق كبير جدا، فرق كبير جدا ما بين فنانة متمكنة اللي هي مونيكا بيلوتشي، متمكنة من ذاتها، تعرف تتحكم بجسدها بضحكتها بألمها حتى بهمستها حتى بصمتها حتى برمشة عينيها، وبين هيفاء وهبي جسد، جسد هيفاء وهبي جسد، يعني جسد بده واحد يدفع فيه يعني فقط، يعني جسد معروض للبيع يعني بالمشكلة. يعني هاي يعني نقولها بصراحة، يعني جسد مغري، جسد يعني يثير جنسيا، لكن ليس يعني فرق ما بين أن تكون يعني هناك مثلا نجمات البورنو، نجمات يعني ويجمعنا الملايين من المعجبين والمعجبات، لكنها إذا وقفت أمام الكاميرا في فيلم كذا ستفشل فشلا كبيرا. هيفاء وهبي من هاي النوعية، يعني هذه النوعية بمعنى أنها تستطيع أن تثيرك بفيديو كليب، تستطيع أن تثيرك في فيلم بهذه اللقطات، فخذها قصة يعني حاجاتها كلها مؤخرتها، يعني ما في مشكلة عندها، ذرعها صدرها ظهرها ما عندها مشكلة، لكن هي كممثلة صعب جدا أن تكون ممثلة، صعب جدا أن تمتلك العناصر الإبداعية بحيث أنها تستطيع أن تستوعب، حتى مجرد أن تستوعب، حتى مجرد أن تفهم أنها هنا شخصية من لحم ودم وروح وأفكار، هنا دلالات، هنا ميتافيزيقيا، هنا اشتغال، هنا كاميرا تتحرك، هنا طبعا سامح عبد العزيز يعني كمقلد هنا حاول أن ينسخ الكثير من المشاهد، لكن دائما الحرامي ودائما يعني يفشل تماما. يعني باسم سمرة ظهر في دور من أغبى أدواره، يعني لم يكن هنالك له حضور، الطفل يعني كان ظهوره سيء سيء جدا ومخجل في بعض اللحظات، حوارات كانت مخجلة، وأعتقد أن حلاوة روح يعني منع من العرض في ذلك الفترة بعد أن عرض قليلا. إذا نحن نصل مع فيلم، وهذه هي الإشكالية الكبيرة التي تعاني منها أو يعاني منها هؤلاء الحرامية، حرامية الأفلام الأجنبية، أنهم قليلين الاطلاع، قليلين الإبداع، سامح عبد العزيز وغيرهم يعني فهمهم على قدهم.
يعني عندهم هون جزمة، مو مخ يفكر، فلذلك هو عندما يسرق وعندما يسلب وعندما يغيرون ويغيرون يظن أنها ابتدأ، ويقول لك أنا اقتبست. يعني أخذ فيلما عالميا مرشح للأوسكار أو رشح للأوسكار ليقذف بنا في حارة صغيرة جدا، فيها عاهرة، فيها قوات، فيها امرأة صح مظلومة، فيها ولد يعني طفل يبحث عن الجنس، يعني فتشي كارثة كبيرة جدا. يعني هؤلاء يعني حقيقة يعني أمثال هذا سامح عبد العزيز، يعني المفروض إنه يا أخي يعني أنت شفت يعني الفيلم، والكاتب بتاعك اللي كتب لك القصة والسيناريست اللي عمل لك الهاي، هذا الكاتب شو اسمه، علي الجندي، يخرب بيتك علي الجندي. يعني كمان علي الجندي ما عنده غير هذه ما عنده غير هذا الفيلم. يعني فتولد يعني سرق مرة واحدة، يعني بحسب ما اطلعت على علي الجندي على موقع سينما كوم ما عنده غير هذا العمل. فسامح عبد العزيز صراحة، سامح عبد العزيز كمخرج يعني قليل الخبرة وقليل الإبداع، يعني باين يعني باين يعني من يعني باين من هذا الفيلم انه يعني فقط هو استغل يعني، او يرى انه او راى انه يعني عباره عن هيفاء وهبي، ان الكل سيصفق وان الكل سياتي الى هذا الفيلم، لان هنا جسد مثير، ولان هنا يعني جسد مغري، ولان هيفاء وهبي وكذا. طبعا عندما يعتمد هذا المخرج، عندما يعتمد فقط على هذه على نجمه او نجم، ويعتمد على يعني عنصر معين وينسى كل العناصر، هنا يكون فاشل، فيلم فاشل حقيقه. عودوا إلى الفيلم الحقيقي أو الفيلم الأصلي وتجدون الفيلم الأصلي، يعني تكتب فقط حتى مالينا، الفيلم تكتب فقط فيلم مالينا تستطيع، وأنت عندما تكتب تجد النسخة العربية، أو تكتب مونيكا بيلوتشي فيلم مالينا، أو فيلم مالينا مونيكا بيلوتشي، تجدون هذا الفيلم، ستستمتعون حقيقة بالشغل، باشتغالات سينمائية، بدلالات، باشتغالات فكرية، باشتغالات فلسفية، باشتغالات اجتماعية، تاريخية، سياسية، إنسانية، يعني عدد يعني متشابكات، وعدد من العناصر والكثير من العناصر المتشابكة، والأقوى والأروع والأفضل والأجمل من ذلك أيضا لغة سينمائية، لغة أنيقة، لغة سينمائية فنية، يعني تقدر تمسك باللقطة تبدأ تشتغل عليها، تبدأ تشتغل على زاوية الكاميرا، تبدأ تشتغل على وضعية الكاميرا، تشتغل على العمق، تشتغل على الألوان، تشتغل على الحركة، تشتغل على عناصر متعددة، باعتبار أن اللقطة لوحة تشكيلية أيضا، باعتبار أنه اللقطة أيضا كاشفة، باعتبار أن اللقطة أيضا يعني هذه الحديقة، يعني هذه الحديقة الرائعة جدا التي تستطيع أن تستمتع فيها، أن تدخل فيها، أن تفتح باب خيالك. الفيلم العربي يعني حقيقة يعني ما في هذه العناصر، لم تتوفر في هذه العناصر، يعني سرق بغباء، سرق بهبالة، اعتمدوا فقط على جسد ومؤخرة وفخذ هيفاء وهبي، ولذلك الفيلم فشل، لأن يعني هسه الناس ما محتاجة، يعني في عصر النت وعصر الهاي، يعني شنو فخذ هيفاء وهبي، هناك مئات وعشرات وآلاف النجمات البورنو وأفلام مجانية، يعني خلاص ما تغني عن الحكاية، يعني ما أنت إذا لم تخلق قصتك، إذا لم تخلق إبداعك، أنت مهما فعلت من هذه المقبلات ومن هذه الفلافل ومن هذه الهبالات ومن هذه المغريات، لا تستطيع أبدا أن تخلق فيلما سينمائيا. فيلم السينمائي حقيقة يعني هو يعني كل يعني في اشتغالات معينة، في الجمهور كلهم سيحب هذا، سيحب تمثيل فلان، هذا سيحب تمثيل فلان، هذا سيحب اللقطة، هذا سيحب اللغة، هذا سيحب الحوار، هذا سيحب، يعني أنت ما عندك حوار أساسا. فيلم عربي حقيقة لم يكن هناك حوار، يعني في الفيلم فيلم مالينا هناك حوار، هناك اشتغال، هناك فكر، هناك حوارات متعددة، هناك أفكار، هناك أشياء، هناك. إذا كنت معكم حميد عقبي، تابعوني ونحن نصل إلى الجزء الثاني. نحن الآن تجاوزنا 50 حلقة حول أشهر السرقات أفلام السينمائية العربية، ولا أشهر سرقات الأفلام العربية من السينما العالمية والأجنبية، سرقات الأفلام العربية من السينما العالمية. حميد عقبي، باريس.